قرارات السياحة وصلت اليوم إلى الأحرف الأبجدية المنحوتة في الصخور. يقع نصب الأحرف الأبجدية الأرمنية في مقاطعة أشتراك وتحديداً في قرية أرداشبان التي تبعد 31.6 كيلومتر عن العاصمة الأرمنية يريفان، وعلى الجانب الشرقي لبداية سفح جبال أراغاتس. افتتح هذا النصب عام 2005 للاحتفال بالذكرى 1600 لاختراع الأحرف الأبجدية من قبل العالم اللغوي وزعيم الكنيسة الأرمنية القديس ميسروب ماشتوكس، حيث اخترع هذه الأحرف في عام 405 ميلادي لجعل وصول الكتاب المقدس للأرمن والمشاركة في نشر الديانة المسيحية. بالأصل كانت الأحرف عددها 36 حرفا، لكن في القرون الوسطى أضيفت عليها 3 أحرف أخرى لتصبح 39 حرفا. مصمم ونحات هذا النصب هو المهندس المعماري الأرمني المشهور جيم توروسيان. هنا نجد تمثال القديس ميسروب ماشتوكس مخترع الأحرف الأبجدية الأرمنية، وهنا نجد تمثال مختار غوش مؤلف أول كتاب في العدالة والقانون. إن هذا النصب مثير للاهتمام جدا ومظاهرة ممتعة للصخور التي نحتت من الأحرف الأبجدية 39. وهذا التمثال للشاعر كاتشادور أبوبيان، وللشاعر مقولة مشهورة يقول فيها: افدي بدمك ونفسك ولا تفدي بوطنك للعدو. إن أعجبك هذا التقرير نرجو أن تعمل مشاركة ليتسنى لأصدقائنا ومتابعينا للاستفادة منه. ولكم جزيل الشكر والامتنان، وإلى اللقاء في تقارير لاحقة.